مشاهدينا اهلا بيكم في حلقه جديده وسر المهنه. موضوع حلقتنا النهارده هو استكمال سلسله حلقات خاصه بكل مكونات السياره. اتكلمنا في حلقات سابقه عن الفرامل، في حلقتنا النهارده هنتكلم على صندوق السرعات، هنتكلم على مكوناته، هنتكلم ايضا على مميزاته، هنتكلم على الوظيفه الخاصه بصندوق السرعات من خلال ضيفنا اللي مشرفنا باشمهندس اسامه محمد عبد الجيد، مدرب مدربين بمركز صيانه السيارات بشبرا. اهلا بيك يا اهلا فندم معانا. بحضرتك يا اهلا فندم. اهلا بحضرتك. بحضرتك. في البداية باشمهندس أسامة، عايزين نتكلم على الوظيفة ولا نتكلم على مكونات صندوق السرعات؟ نتكلم على الوظيفة الأول وبعد كده اتفضل. ممكن نقول طبعا لأنه عنده الأجزاء الرئيسية عندنا كبيرة، فنقدر نقول من أهم المميزات بتاعة صندوق السرعات الأوتوماتيك. طبعا زي أي صندوق، أي واحد عنده عربية عنده صندوق سرعات اللي احنا بنقول عليه باللغة العامية اللي احنا بنقول عليه الفتيس. يعني من أهم وظائف صندوق السرعات احنا عندنا رقم واحد إعطاء السيارة السرعات المختلفة حسب متطلبات الطريق. إحنا عندنا العصاية بتاعتنا بنقول أول وتاني وتالت ورابع، فحسب المتطلبات الطريق اللي هو قدامي أو حسب الطريق بقدر أجيب السرعة اللي أنا محتاجها، بقدر أشتغل على الطريق زي ما أنا عايز، سرعة بطيئة، سرعة متوسطة، سرعة عالية حسب متطلب الطريق. فالكلام ده بيقوم عن طريق صندوق السرعات بتاعي. رقم اتنين إعطاء السرعة الخلفية للسيارة برضك لو عايز أرجع بالسيارة لورا، طبعا ده اللي بيساعدني، دي بتبقى منظومة جوه الفتيس بتقدر تساعدني على اعطاء السياره في السرعه الخلفيه ليها. رقم ثلاثة ان انا بيبقى عندي بيعمل لي حاله ان ممكن يكون عندي الموتور داير والعربيه واقفه، دي اللي احنا بنقول عليها وضع الحياد في صندوق السرعات اللي احنا بنقول تمام احنا مورين العربيه او وضع المور بتاعي. تمام المميزات الخاصة بصندوق السرعات احنا بنتكلم عن صندوق السرعات الاوتوماتيك الأوتوماتيك عن اليدوي. اليدوي. صندوق السرعات الاوتوماتيك طبعا دوت ده في العربيات الحديثه كلها دلوقتي صندوق سرعات اوتوماتيك، وده طبعا بيبقى ليه مميزات عن صندوق السرعات اليدوي. اول حاجه في صندوق السرعات الاوتوماتيك بنستخدم حاجه اسمها التورك كونفنتر بتاعي او اللي احنا بنقول عليه محول العزل بدل من القابض الاحتكاكي، بدل من تمام القابض الاحتكاكي. بذلك الحركه بتنتقل عندي بنعومه اكتر من لما يكون موجود في عندي قابض. رقم اتنين بستخدم في صندوق السرعات الاوتوماتيك حاجه اسمها التروس الفلكيه، بدل من التروس المنزلقه اللي هي موجوده عندي في الفتيس العادي او تروس دائمه التعشيق. ففي الحاله دي بيكون عندي هنا ان في صندوق السرعات الاوتوماتيك بيكون عندي الحجم بتاع التروس الفلكيه بيكون عندي اقل، فده بيعمل لي جوده في عمليه النقل افضل. بعد كده في صندوق السرعات الاوتوماتيك برضك بيبقى فيه تحكم هيدروليكي، وده بيساعدني على تغيير السرعات آليا او اوتوماتيك، وده طبعا عندي بيساعد السائق او بيعمل عملية راحة للسائق في عملية الايه في عملية تغيير السرعات، تمام لان انا بحط عندي السرعة مثلا عديه والعربية بتنقل لوحدها لانه تغيير اوتوماتيك او تغيير آلي، فبيبقاش فيه عملية صعوبة على السائق او في عملية ارهاق على السائق فيقدر يتبع الطريق اكتر واكتر واكتر. ايه هي المكونات الرئيسية لصندوق السرعات؟ المكونات الرئيسية لصندوق السرعات الاوتوماتيك انا عندي مكونات رئيسية هي ممكن تكون بس كبيرة شوية. اول حاجة بيبقى عندي التورك كونفنتر اللي هو محول العزم بتاعي، بعد محول العزم بيبقى عندي اللي هي ترومبة الزيت بتاعي، وترومبة الزيت دي خاصة بالفتيس الاوتوماتيك غير ترومبة الزيت اللي موجودة عندي في المحرك. يعني الفتيس الاوتوماتيك فيه ترومبة زيت خاصة بيه لوحده. بعد كده عندي حاجة اسمها وان واي كلاتش او بقول عليه قابض ذو اتجاه واحد. رقم بعد كده بيبقى عندي حاجة اسمها الكلاتشات أو مجموعة القوابض بتاعتي اللي هي موجودة عندي في الفتيس، ودي هنتكلم عليها برضك إن شاء الله من خلال الحلقة. بعد كده عندي حاجة اسمها المجموعة الكوكبية، المجموعة الكوكبية دي تتكون من عدة تروس معينة هنقدر نتكلم عليها برضك في الحلقة إن شاء الله. بعد كده عندي الكنترول يونت بتاعي الخاص بالفتيس الأوتوماتيك، وعندي مجموعة الفرامل، وعندي اللي هي علبة الصمامات، وعندي اللي هو الانبوت شافت بتاعي اللي هو عمود الدخول بتاع الفتيس الاوتوماتيك. تمام، ازاي بيتم نقل الحركة من المحرك الى صندوق السرعات الاوتوماتيك؟ طبعا احنا عارفين ان صندوق السرعات الاوتوماتيك لما بيكون عندي من العربيه عندي مش موجود عندي حاجه اسمها القابض اللي هو اللي احنا بنقول ما هو عليه في باللغه العاميه سيارات الدبريش، الاوتوماتيك ما فيهاش الدبرياز، ما صح هي ما كده؟ فيهاش دبرياش. اه تمام مظبوط كده، فهو احنا بنقول صندوق السرعات الاوتوماتيك يعني العربيه اللي هتحتوي على قابض او ما فيهاش دبرياز زي ما احنا بنقول، حتى بنلاقي دواستين بس اللي هي دواسه البنزين ودواسه الفرامل فقط لا غير. فعمليه الحركه بتنتقل ازاي؟ لان احنا عارفين في العربيات العاديه كان المسؤول عن نقل الحركه اللي هو القابض العادي اللي هو الدبرياش، كان بيعمل عمليه فصل ووصل الحركه بين المحرك وصندوق السرعات. تمام لكن صندوق السرعات الاوتوماتيك دلوقتي بيبقى عندي في حاجه اسمها تورك كونفنتر او اسمه محول العزم، زي ما هنشوفه دلوقتي مع بعض كلنا على الشاشة محول العزم بتاعي
دوت زي ما احنا شايفينه هو اهو محول العزم. عندي هنا بيتكون من 3 اجزاء مهمين جدا زي ما احنا شايفين. عندي ادي الفتيس الاوتوماتيك كله بالكامل اهو، وعندي الجزئيه بتاعه محول العزم بتاعي زي ما احنا شايفينها اللي هي قدامنا دي. دي تمام. بتتكون عندي من الاجزاء اللي انا عندي ديت اللي هي بتاعه محول العزم. عندي بيبقى عندي حاجه اسمها امبلر، وعندي حاجه اسمها توربينه، وعندي حاجه اسمها ستيتور. نقول اللي هو الامبلر ده اللي احنا بنقول عليه المضخه، والتوربينه ديت اللي احنا بنقول عليها هي اسمها التوربينه اللي هي بتاعه الزيت، ويبقى ما بينهم الاثنين عضو اسمه ستيتور او بنقول عليه العضو الثابت بتاعنا، ودول اللي بيقوموا بعمليه نقل الحركه بتاعتي من المحرك الى صندوق السرعات بتاعي. ودي التكوينات اللي هي التكوينات بتاعتها بتاعتي اللي احنا بنشوفها مع بعض دلوقتي. هم ال3 اجزاء عندي اهوت. ده عندي الفلاي واي بتاع اللي هو الحدافه زي ما احنا شايفين اللي هو باللون دوت. بعد كده بيدي عندي حاجه اسمها الامبلر. الامبلر تمام. دي اللي احنا بنقول عليها المضخه. طبعا ما بين الامبلر وما بين التوربينه بتاعتي بيبقى في عندي زيت هيدروليك، الزيت بتاع الفتيس الخاص بيه. تبدا الحركه تاخد من الفلاي واي او من ترس الحدافه، تبدا عندي هنا الامبلر يبدا عندي هنا يشتغل، او الامبلر يبدا يدور عندي. لما الامبلر يدور عندي بيبدا يشغل عندي ايه التوربينه بتاعتي، والتوربينه دي بيبقى مثبت عليها زي ما احنا شايفين عمود الدخول اللي هو بتاع الفتيس. يبدا عمود الدخول دوت يدي الحركه للفتيس من الداخل بتاعي، فبتبدا الحركه تدخل على الفتيس عندي الى الداخل تمام. زي ما احنا شايفين اهوت قدامنا. اهم ال3 اجزاء بتاعي اللي هو الامبلر ده كده عندي اهمت. ده عندي هنا الامبلر بتاعي اللي هي المضخه، وادي عندي العضو الثابت اللي احنا شفناه دلوقتي. دي كلها اللي احنا بنقول عليه التورك كونفنتر، وده الوان واي كلاتش. وان واي كلاتش يعني قابض ذو اتجاه واحد بيتحط ما بين الامبلر زي ما احنا شايفين دلوقتي على الشاشه والتوربينه بتاعتي. ادي الامبلر بتاعتي اللي هي المضخه اهيت. الاتنين طبعا بيتركبوا مع بعض ككتله واحده زي ما احنا شايفين. انا عندي الامبلر هنا بيتركب ناحيه الفتيس، بيجي يتركب عليه دلوقتي برضك. عندي ادي الامبلر بتاعي برضك تمام. جزء زيه بالظبط كده بيبدا يتركب معاه. ادي الجزئين هم مع بعض، ادي الامبلر وادي التوربينه بتاعتي، الاثنين بيتركبوا مع بعض. هو ده الجزء الخاص بالتوركو كونفرتر. يبقى انا عندي التوركو كونفرتر بيتكون من 3 عناصر اساسيه اللي هم عندي: 1 الامبلر، رقم 2 عندي التوربينه، رقم 3 عندي العضو الثابت. العضو الثابت ده ليه مهمه جدا، لان انا عندي ما السرعه بتزيد عندي في الفتيس الاوتوماتيك، فحركه الزيت بتلف عندي بحركه كبيره جدا. فانا عندي الامبلر بيدي عن طريق الريش بتاعته بيحرك الريش اللي موجوده عندي في التوربينه، فالتوربينه عندي بتتحرك عن طريق الزيت اللي جاي لها من الامبلر فبتبدا تشتغل. فانا عندي الزيت وهو راجع بيخش على الامبلر مره تانية، فبيدخل في الاتجاه العكسي فبيعمل عمليه اعاقه لللف بتاع الامبلر. فعشان كده دخلوا العضو الثابت اللي هو موجود عندنا على الشاشه دوت، وركبوا عليه وان واي كلاتش اللي هو قابض ذو اتجاه واحد عشان يقدر يخلي الزيت في نفس الاتجاه بتاع الامبلر بتاعي وما يعملوش عمليه اعاقه. فهي دي المكونات الرئيسية الأساسية لمحول العزم بتاعي اللي احنا شرحناه دلوقتي اللي موجود تمام. عندنا على الشاشة. باشمهندس أسامة، احنا بندعو حضرتك لمشاهدة التقرير عن صندوق سرعات الأوتوماتيك وازاي بيتم تبريد الزيت داخل صندوق السرعات، ونرجع نستكمل حوارنا ولكن بعد التقرير. دلوقتي هنبدأ نتعرف مع بعض على مكونات صندوق السرعات الاوتوماتيك. زي ما احنا شايفين حضرتك احنا عندنا صندوق السرعات الاوتوماتيك بدأنا فكناه، والاجزاء بتاعته هنبدأ نتعرف عليها دلوقتي. اول جزء عندي بيبقى عندي الفرغة بتاعه الفتيس الاوتوماتيك اللي هي بتحتوي على جميع الاجزاء بتاعته. اول جزء عندي بيبقى في الفتيس الاوتوماتيك او بيبقى الخارج اللي هو عندي حاجة اسمها تورك كونفنتر اللي هو اسمه محول العزم، ودي اول جزئيه في الفتيس الاوتوماتيك. طبعا احنا عارفين بالنسبه لصندوق السرعات الاوتوماتيك، العربيه اللي تحتوي على صندوق سرعات اوتوماتيك ما بيبقاش فيها الدبرياج اللي هو الديسك والبليه والاسطوانه. نيجي نشوف مكونات التورك كونفنتر بتاعي او محول العزم. ابدا اول حاجه عليه عباره عن حاجه اسمها توربينه، وعندي حاجه اسمها امبلر،
وعندي بيبقى الجزئين مشابهين لبعض تمام. الحركه بتيجي من المحرك عن طريق الفلاي واي او ترس الحدافه، تيجي عندي تدي حاجه اسمها الامبلر بتاعي او بنقول عليها المضخ. زي ما احنا شايفين هنا في الريش الموجوده هنا عندي، المكان ده كله بيبقى موجود فيه زيت، فبتحصل عمليه لف عن طريق ترس الحدافه او الفلاي واي للامبلر، فبتبدا الريش بتاعته دي بتلف معايا، فبتقدر تعمل دوامه للزيت. من دوامه الزيت هنا بتتنقل للريش اللي موجوده في حاجه اسمها التوربينه بتاعتي اللي بتركب عليها العمود اللي احنا شايفينه اسمه عمود الدخول، اللي هو عمود الدخول للفتيس بتاعي، بيتركب جوه على التوربينه، والتوربينه هنا تبدا تدي الحركه لعمود الدخول اللي هو للفتيس. بيتركب ما بين الامبلر بتاعي والتوربينه حاجه اسمها العدو الثابت او اللي احنا بنقول عليه الاستيتور. الاستيتور ده من اهم الوظائف بتاعته الرئيسيه، وحطينا الاستيتور ما بين الامبلر وما بين التوربينه، لان في السرعات العاليه الزيت لما بيجي يرجع تاني من التوربينه للامبلر فبيرجع في عكس اتجاه الحركه، فبيعمل عمليه اعاقه للامبلر في عمليه الدوران. فالاستيتور ده بيساعد ان الزيت اللي بيرجع بيفدي في نفس او بيرجع في نفس الاتجاه بتاع الامبلر بالكفاءه، فبيزود الكفاءه بتاعه الامبلر بتاعي. دي الجزئيه الاولى اللي هي التورك كونفنتر. بعد كده بنخش على الاويل بامب بتاعي او بنقول عليها مضخه الزيت، اللي هي بتعمل عمليه ضغط الزيت عشان عمليه التبريد اللي هو عن طريق السربنتينه اللي هي موجوده عندي، بيحصل عمليه تبريد للزيت. بعد كده بخش عندي على حاجه اسمها الكلاتشات او اللي احنا بنقول عليها مجموعه القوابض. عند الفتيس اللي احنا فاتينه دلوقتي دوت، ده اسمه الفتيس الريفينو، ده بيحتوي على ثلاث كلاتشات. اول كلاتش عندي بيقول عندي كلاتش اسمه الاند كلاتش او اسمه القابض النهائي، وعندي كلاتش تاني اسمه الرير كلاتش اللي هو القابض الخلفي، وعندي الفرونت كلاتش اللي هو القابض الامامي. ادي القابض الامامي بتاعه اهوت، وادي عندي القابض الخلفي، وادي عندي الاند كلاتش اللي هم الثلاث قوابض بتوعي. في عجاله كده هنقدر نشوف ان القابض عندي، القابض عندي بيتكون من ادي العمود بتاع القابض، عندي حاجه اسمها الهب او اسمها السره بتاعه القابض، عندي مجموعه كلاتشات، وعندي الريتينر او اللي احنا بنقول عليه الغلاف الخاص بالقابض. معنى ذلك ان اول جزئيه طبعا القوابض كلها بتشتغل عندي بضغط الزيت، يبقى حسب انا عايز الهب بتاعي دوت يوصل له حركه او ما يوصلوش حركه على حسب العمود بتاعي او حسب الجزئيه اللي متركبه فيه. فانا عندي ثلاث كلاتشات هنا او عندي ثلاث قوابض بيطلعوا لي حركات معينه حسب السرعه اللي انا عايزها او حسب القابض اللي الكنترول يونت عايز يشغله، بيفتح السولنويد فالف بتاعه بتاع الزيت وبيدي له ضغط الزيت، فيبدا عندي الهب بتاعه يشتغل ويدي حركه. طب الحركه ان كانت من الكلاتش الفرونت كلاتش او الرير كلاتش او الاند كلاتش او القابض بتاعتي، بتطلع لحاجه اسمها مجموعه الكوكبيه او المجموعه التروس اللي احنا شايفينها، بنسميها المجموعه الكوكبيه. رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا ولا زلنا معاكم مسر المهنه. برحب بيك باشمهندس اسامه مره تانية. اهلا بيك معانا يا فندم. اهلا بيك. ازاي بيتم تبريد الزيت داخل صندوق السرعات؟ طبعا بيتم تبريد الزيت بيبقى ليه طريق لوحده زي ما احنا هنشوف على الشاشه دلوقتي. ادي عندي التورك كونفنتر بتاعي اللي موجود قدامنا على الشاشه. التورك كونفنتر او محول العزم ده اللي احنا قلنا بيحتوي على ثلاث عناصر مهمه جدا، اللي هو الامبلر بتاعي والتوربينه والاستيتور. ببقى عندي الريداتير بتاع العربيه العادي جدا، هو في ماسوره داخليه في دخول وفي خروج ليها، وادي الشكل العام، وادي الماسوره اللي احنا كنا بنقول عليها بتاعت الريداتير بتاعت اهيت موجوده عندي اهيت. بيبقى عندي الزيت جوه الامبلر بتاعه وجوه التوربينه بتاعتي، تبدا المضخه بتاعتي تعمل لي عمليه ضغط للزيت زي ما احنا شايفين. الضغط بتاع الزيت بيبدا يرجع ويروح تاني، بيبدا يرجع ويروح تاني عندي زي ما احنا شايفينه كده اهوت. ادي الزيت بتاعي دخل هيدخل على التبريد عندي هنا في الريداتير ماسوره خاصه بيه، بيرجع تاني يخش لعمليه الفتيس عن طريق الترومبه، بيحصل له عمليه تبريد وتبقى دايره مغلقه، وبتبدا الدايره تشتغل ما بتكرر نفسها، ويحصل عمليه تبريد للزيت داخل التورك كونفنتر بتاعي عن طريق مواسير خاصه
تتعدي على مواسير الريلاتير خاصة بالزيت بتاع الفتيس لوحده. تمام. مكونات القابض، وهل يوجد أكثر من قابض داخل صندوق السرعات؟ طبعا انا عندي القوابض ديت هي اللي بتاخد الحركة عندي من العمود الدخول او الانبوت شافت بتاعي في صندوق السرعات. فانا طبعا عندي بيبقى فيه عندي قوابض، يعني ممكن نقول الفتيس بيحتوي على 3 قوابض مثلا. بيبقى عندي قابض اسمه الفرونت كلاتش اللي هو القابض الامامي، وفي عندي الرير كلاتش اللي هو القابض الخلفي، وعندي الاند كلاتش اللي انا بقول عليه القابض النهائي. القوابض ديت طبعا انا عندي القابض اصلا بيتكون عندي من عندي حاجه اسمها الريتينر اللي هو الغلاف بتاع القابض بتاعي، وبيبقى عندي اللي هي اللي بنقول عليها القوابض بتاعتي بيبقى ليها حاجه اسمها بنقول بنقدر نقول عليها بيقولوا في السوق عليها بيقولوا عليها الغوايش، او بنقول عليها اللي هي القوابض بتاعتي بيبقى فيه واحده ستيل وواحده فريكشن اللي هو بتبقى واحده حديد وواحده تيل، ودول بنبدا بحديد وننتهي بحديد برضك تبقى من الاعداد بتاعته. غير وعندي بيبقى فيه عندي تيله تبقى داخله، وبيبقى عندي الهب بتاعي او عندي اللي احنا بنقول عليه اللي بنقول عليها السره اللي هي بتنقل الحركه. فانا عندي القوابض بيبقى عندي 3 قوابض عامه في الفتيس الاوتوماتيك، كل قابض بياخد حركه معينه بضغط الزيت بتاعه حسب ما ينتقل، بتتنقل عندي من الغلاف بتاع القابض يحولها عندي للهب بتاعي او حولها للهب اللي احنا بنقول عليه اللي احنا بنقول عليها السره، والسره دي بتنقل للمجموعه الكوكبيه بتاعتنا اللي احنا بنقدر تنقل الحركه او بتعمل لي عمليه خرج من الفتيس المجموعه الكوكبيه. يبقى هي القوابض بتاعتي ديت حسب السرعه المختاره عن طريق وحده التحكم الالكتروني تبدا تسلط ضغط زيت معين على القابض اللي هو المراد التشغيل بتاعه، بحيث ان يدي ترس معين في المجموعه الكوكبيه على حسب السرعه المتطلبه او السرعه المطلوبه حسب متطلبات الطريق. تمام. مما تتكون المجموعه الكوكبيه في صندوق السرعات الاوتوماتيك؟ المجموعه الكوكبيه هنشوفها دلوقتي برضك مع بعض اللي هي التكوينات بتاعتها. زي ما احنا شايفين المجموعه الكوكبيه دي عندي مني اللي هي نظام السيمبل زي ما احنا شايفين دوت. تمام. بيبقى عندي هنا عندي حاجه اسمها الترس الشمسي، وعندي حاجه اسمها مجموعه التروس الكوكبيه، وعندي حاجه اسمها الترس الرنج بتاعي او الترس الايه او الترس الحلقي. دي اللي احنا شايفينه على الشاشه دي مجموعه مركبه، هنلاقي فيها عدد 2 ترس شمسي وعدد 6 تروس بينيون اللي هي التروس القمريه. ادي اهي ادي التروس القمريه بتاعتي هم اللي هم الثلاثه دولت، وعندي ترسين شمسي، وعندي بعد كده التروس اللي هي القمريه عندي 6، واحد بقول عليها شورت بينيون ولونج بينيون اللي هي التروس الطويله والتروس الصغيره. فبتبقى عندي هنا دي بنقول عليها المجموعه المركبه، وده بنلاقيه في صندوق السرعات اللي هو الريفينو. فاحنا عندنا هنا بالنسبه لصندوق السرعات احنا عندنا احنا قلنا الحركه بتيجي من الكلاتشات، عندي 3 كلاتشات او عندي 3 قوابض في صندوق السرعات الاوتوماتيك، كل قابض بيدي مجموعه معينه او بيدي ترس معين، في واحد بيدي للستان جير، في حد بيدي للبنيون جير، وبعد كده عندي الرنج جير يقدر يطلع الحركه للخارج من صندوق السرعات ويقدر يطلعها للدفرنسي بتاعي لو كان عندي الدفع امامي. يبقى احنا عندنا الحركه دلوقتي بتتنقل عندنا في الفتيس في الكلام اللي احنا اتكلمنا عنده. اول حاجه بتيجي للامبلر، الامبلر بيدي التوربينه بتاعتي عن طريق الزيت، التوربينه عندي متركب عليها عمود الانبوت شافت او عمود الدخول بتاع الفتيس. عمود الدخول بيبقى عليه الكلاتشات بتاعتي حسب الكلاتش المراد تشغيله عن وحده عند وحده التحكم الالكتروني يتسلط عليها وتفتح له مجاري الزيت بتاعته، فيبدا ينقل الحركه بتاعته لغايه للسره. ومن السره انا عندي بيبقى فيها كل سره متصله بعمود معين صغير كده متصل بالمجموعه الكوكبيه في ترس معين في المجموعه الكوكبيه يقدر يدي الغيار اللي انا عايزه او السرعه اللي انا عايزها. تمام. باشمهندس هنستكمل تقاريرنا الخاصة بصندوق السرعات الأوتوماتيك وتحديدا عن المجموعة الكوكبية، ونرجع نستكمل حوارنا ولكن بعد تقرير. عندي مجموعة التروس الكوكبية، مجموعة التروس الكوكبية دي بتتكون من عدة تروس، أول حاجة عندي المجموعة الشمسية، وإحنا بنقول هنا ده مجموعة مركبة، فيبقى عندي 2 ترس شمسي، وبعد كده عندي المجموعة القمرية اللي هي التروس اللي بنقول عليها البينيون كير، دي عندي منها شورت بينيون ولونج بينيون اللي هي مجموعة التروس الطويلة ومجموعة تروس قصيرة. دي هنا عندي عمود او ترس الشمس، هنا الترس ده خاص بيتعشق مع مجموعه التروس اللي هي القصيره، وادي الترس الكبير هيتعشق مع مجموعه التروس اللي هي الطويله، فهنا معنى ذلك ان كل ترس هيدي حركه لترس. بعد كده عندي هنا
اللي هو التروس القمريه ديت بتتدحرج من جوه على الرينج جير اللي احنا شايفينه مع بعض دوت اللي هو ده اهوت. هنا التروس القمريه بتتدحرج عليه عشان بعد كده تطلع لي الحركه عن طريق الاكسات هنا للكورونا بتاعتي اللي هي موجوده هنا ومنها للاكسات. عندي الفتيس الاوتوماتيك بيحتوي على 2 فرامل، في عندي فرامل بقول عليها فرامل الكيك داون وعندي فرامل اللو ليفرس. فرامل الكيك داون زي ما احنا شايفينها دلوقتي اللي هو الدرام بتاعي اللي هو دوت بيبقى موجود على الدرام اللي هو بتاع الفرونت كلاتش بتاعي هنا كده. ده عندي بيشتغل بنظام البيستم عن طريق وحدة التحكم، طبعا هنا بيشتغل بنظام البيزو زي بعض الحساسات اللي موجودة في الموتور، فبيقدر هنا تبقى عبارة عن جزء ثابت وجزء متحرك. ادي الجزء الثابت بتاعي اهوت بيجي هنا، الجزء الثابت ده زي ما احنا قلنا بيبقى ثابت في الجسم بتاع الفتيس زي ما انا طلعته دلوقتي، وادي الجزء المتحرك اللي هو نظام البيستم بتاعي. على حسب نظام البيستم بتاعي ما يعوز يقفل هنا بيقفل ايه؟ بيقفل هنا الكرسي بتاعي على الدرام بتاع الفرونت كلاتش لما يعوز يفرمل الكلاتش اللي هو رقم واحد او اللي هو القابض رقم واحد. النوع الثاني من الفرامل عندي فرامل اللي انا بقول عليها اللو ريفيرس. فرامل اللو ريفيرس دي زي ما احنا شايفين الكلاتشات بتاعتي، اي كلاتشات عندي في الفتيس بيتكون من حديد وفريكشن يعني تيل. واحد حديد واحد فريكشن، حديد وفريكشن، فلازم ابدا حديد وانتهي بحديد. دي الكلاتشات بتتكون اللي هي مجموعه الحلقات اللي هي زي كده. دي مجموعه اللي هي اللو ريفيرس، المجموعه الثانيه اللي هي بتاعه الفرامل دي بنستخدم جسم الفرامل عندنا او بنستخدم الجسم بتاع الفتيس نفسه في ايه الفرامل اللي هي اللو ريفيرس. وهنا العدد كبير لان هي دي بتحتاج قوه، لان دي هي اللي بتعمل لي او هي اللي بتعمل لي عمليه فرمله لحامل التروس القمريه، لحامل التروس القمريه. دي بالنسبه للفرامل بتاعتي اللي هي اللو ريفيرس. بعد كده بتكلم عن الحساسات اللي موجوده في الفتيس. عندي هنا الفتيس عندي بيبقى ليه 4 حساسات، اول حساسين اللي هو حساس الانبوت اللي هو بتاع عمود الدخول، وفي حساس الاوت بوت اللي هو الخارج بتاع الفتيس اللي احنا زي ما احنا شايفينه اهوت، وادي الحساس بتاع الانبوت، وبعد كده عندي الحساسين دولت اللي هو حساس ضغط الزيت وحساس درجه حراره الزيت. لو جينا بصينا واتكلمنا بسرعه كده عن الحركه بتتنقل من الفتيس بالترتيب الصحيح، لان احنا عارفين المحركات الحديثه كلها دون دبرياش يعني ما فيهاش ديسك وبليا واسطوانه، فلو جينا قلنا النقل الحركه ازاي عشان ناس كتير بتسال في الموضوع ده، انا قلت الفلاي واي اللي هو الحدافه هو المخرج بتاع عمود القرنقه او المخرج بتاع القدره بتاعه المحرك بتاعي. فاول حاجه بيدي الامبلر بتاعي، يبقى الامبلر كده نفس سرعه المحرك نفس سرعه الفلاي واي بتاعي، وهنا الامبلر بيتركب عليه الاويل بامب او مضخه الزيت بتاعتي فبياخد الحركه، يبقى الاويل بامب بتاخد الحركه من الامبلر، وزي ما قلنا الامبلر هي نفس سرعه المحرك او الانجن بتاعي. لما هنا الامبلر بتاعي بيدور او المضخه بتاعتي بتدور فالريش اللي جوه بتدور فبتعمل عمليه حركه للزيت، وانا عندي حركات للزيت اللي هي الحركه الدواميه بتاعتي او الحركه الدورانيه حسب الاجزاء اللي دايره. بيبدا بعد كده عندي اللي هو التوربينه بتاعتي بتشتغل، وقلت التوربينه بتركب عليها هنا عمود الدخول بتاع الفتيس، يبقى انا عندي الامبلر يدي التوربينه، التوربينه هتدي عمود الدخول، بعد كده عمود الدخول هيشتغل مع الكلاتشات بتاعتي او القوابض بتاعتي. فانا قلت في كل قابض متعشق مع مجموعه في التروس اللي في التروس او مجموعه التروس الكوكبيه حسب مثلا الاند كلاتش، وفي عندي الفرونت كلاتش وعندي الرير كلاتش، كل كلاتش من دول متعشق مع ترس معين في المجموعه الكوكبيه بيدي له حركه حسب السرعه المختاره من وحده التحكم الالكتروني وحسب متطلبات الطريق. بيبدا يدي السرعه المختلفه بتاعتي، مين القابض اللي يفتح ومين القابض اللي يقفل حسب الانخفاضات، وكل فتيس بيبقى ليه جدول معين. فبعد كده الكلاتش بيجي له الحركه، الكلاتش هيدي المجموعه الكوكبيه، المجموعه الكوكبيه بيدي الرينج جير يخرج، الرينج جير بيدي الترس القائد هنا اللي موجود على الاكس، بعد كده يدي الترس المنقاد، والترس المنقاد عندي بعد كده هيدي اللي هي اللي احنا بنقول عليها الكورونا بتاعتي، والكورونا طبعا عندي متوصله بالاكسات، وبعد كده من الاكسات بيوصل الحركه للعجل. ودي كانت الطريقه او التسلسل بتاع الحركه للفتيس الاوتوماتيك.
رجعنا لكم مره تانية مشاهدينا ولا زلنا معاكم وسر المهنه. مره تانية برحب بضيفي باشمهندس اسامه محمد عبد الجيد، مدرب مدربين بمركز صيانه السيارات بشبرا. اهلا بيك يا اهلا فندم معايا. وسهلا اهلا بحضرتك يا بحضرتك. فندم، اهلا بحضرتك. نرجع نتكلم بقى على وحده التحكم الالكتروني وازاي الدخول لهذه الوحده تحديدا، والمشغلات اللي بتقوم بتشغيلها تحديدا. احنا اتفقنا قبل كده في حلقات قبل كده سابقه في المحركات او في الحان الالكتروني، انا لما بيبقى عندي كنترول يونت او عندي وحده تحكم الكتروني اكيد لازم يبقى عندي اكتويترز وعندي سنسورز، عشان في مدخلات، في انبوت وفي اوت بوت، بالنسبه مدخلات لوحده التحكم وفي مخرجات لوحده التحكم. وعرفنا ان جميع المدخلات اللي بتدخل على وحده التحكم هي عباره عن سنسور وسويتشات، اما الانبوت بتاعي فهي بتقدر تعمل عمليه تشغيل للمشغلات. لو جينا استعرضنا الفتيس الاوتوماتيك، ايه الانبوت اللي بيدخل للفتيس الاوتوماتيك او بيدخل وحده التحكم الالكتروني؟ لازم تعرفوا وحده التحكم الالكتروني عشان تقدر من خلالها تحدد السرعه المطلوبه للعربيه. هاجي الاقي عندي الفتيس الاوتوماتيك يحتوي على 4 حساسات، بيبقى في عندي حساس الانبوت شافت والاوت بوت شافت اللي هو حساس الدخول بتاع سرعه الدخول بتاع عمود الدخول، وحساس السرعه بتاعه الخروج اللي احنا بنقول عليه الانبوت شافت والاوت بوت شافت، وعندي حساس درجه حراره الزيت، وعندي حساس الضغط بتاع الزيت. دول 4 حساسات موجودين في الفتيس الاوتوماتيك بيدوا معلومات لوحده التحكم الالكتروني. بيزيد عليهم السويتش بتاع الاوفر درايف اللي هو بتاع عصايه الفتيس، احنا هل حاطين العصايه بتاعتنا على الدي ولا على الار ولا على النورمال اللي هو حرف الان، فبنعرف من الاوفر درايف برضك لازم يعرف وضع العصايه بتاعتي موجوده فين، والسويتش بتاع الكيك داون اللي هي الفرامل بتاعتي، بالاضافه الى صمام اللي هو التي بي اس او حساس التي بي اس اللي هي متصل بسرعه الدواسه بتاعه المحرك، عشان نعرف المحرك بتاعي شغال قد ايه، او انا دايس او قيمه الدواسه بتاعتي على دواسه البنزين قد ايه، فلازم المعلومه بتاعه حساس التي بي اس اللي هو الثروتل بوزيشن سنسور بتاعي اللي هو حساس صمام الخانه دي كمعلومه تبدا تدهاني لوحده التحكم الالكتروني. فاللي انا قلت عليه ده يعتبر كل ده هو المدخلات الاساسيه اللي بيدخل على الكنترول يونت او بيدخل على وحده التحكم الالكتروني في الفتيس اوتوماتيك. اما المخرجات بقى انا عندي طبعا المخرجات بتاعتي اللي هم الاكتويترز بتاعي، واللي هي بتبقى عباره عن سولونايد فالف. السولونايد فالف اللي بيبقى في الفتيس الاوتوماتيك دوت ده الخاص بعمليه ضغوط الزيت اللي احنا تمام. قلنا عليها بيوصلها للكلاتشات. بيبقى عندي حسب الفتيس بتاعي وحسب عدد السرعات في الفتيس، في فتيس ممكن بيبقى فيه عدد 4 سولونايد فالف، في فتيس بيبقى فيه عدد 6 سولونايد فالف، والاكثر شيوعا اللي هو بيبقى فيه 6 سولونايد فالف، بيبقى فيه عدد 3 سولونايد فالف خاصين بنقل السرعات، وفي حساس او في سولونايد فالف خاص بالدمبر كلاتش اللي هو موجود عندي في التورك كونفرتر، وفي عندي سولونايد فالف يبقى خاص بالضغط بتاع الزيت بتاعي. فبكده بشوف الانبوت والاوت بوت بتاعي بالنسبه للكنترول يونت بيقدر يعمل عمليه تحكم في السرعات بتاعتي. تمام. باشمهندس اسامه محمد عبد الجيد، مدرب مدربين بمركز صيانه السيارات بشبرا، شرفتنا ونورتنا. شكرا ليك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. مشاهدينا وصلنا معكم لنختام حلقتنا من سر المهنه، لسه معانا اسرار كتير لمهن كتير خاصه بالسيارات، دايما تابعونا. شكرا ليكم والى اللقاء.